كان في ذهن لي قراراتي خلية الأزمة برئاسة الدكتور مهندس عمار جبر خليل، وبعد زيادة حالة الإصابة بجائحة كورونا اتخذت إدارة قضاء ضلوعية العديد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء بين المواطنين. الزميل جاسم الألب جاسم ومعه التفاصيل. تنفيذا لقرارات خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين والتي رأسها الدكتور المهندس عمار جبر خليل، ولازدياد حالات الإصابة بجائحة كورونا في أغلب مناطق المحافظة، والتي نصت على حظر شامل للتجوال وذلك للحد من التلامس والاختلاط بين أبناء المحافظة، مدينة الضلوعية تتخذ الإجراءات المناسبة وتؤيد بذلك قرارات خلية الأزمة المركزية. قرارات نؤيدها تأييدا تاما، يعني أولا يصب في مصلحة المواطنين وصحتهم والحفاظ على أرواحهم، لأن الموضوع جدا خطر. هذا المرض ما يفرق بين صغير وكبير، ولا يفرق بين انسان متحضر او غير متحضر، فيه مرض خطير جدا، والعالم عجز ان يوجد له دواء. فنحن نؤيد قرارات خليه الازمه، فعلا قرارات صحيحه وصائبه وتصب في مصلحه المواطن اولا واخرا. الناس تفتهم انه الحظر ضدها، بانه في صلب الموضوع انه هو الحظر في مصلحه الناس والحفاظ على ارواحهم وصحتهم. نسال الله العفو والعافيه للعراق كله. نسال الله العفو والعافيه لاهل صلاح الدين حصرا وللعراق اجمعين ان شاء الله. ويحفظنا ويحفظكم من كل إبداء وبلاء ووباء. نحن نلتزم بقرارات خلية الأزمة النيابية التي صدرت من محافظة صلاح الدين، ونحن كشباب أبناء الضلوعية نطالب جميع شباب الضلوعية وأبنائها بالالتزام والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتباعد، خاصة التباعد بين في الأماكن المزدحمة. نحن كشباب ننصح أخواننا بالابتعاد عن التدخين لحين انتهاء هذه الأزمة وهذا الوباء، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. وفق خطط مدروسة أعدتها خلية الأزمة في الضلوعية بتوفير المستلزمات الضرورية والتي تحتاجها العوائل بشكل مستمر مثل المواد الغذائية والغاز وكذلك الخدمات البلدية، فقد خولت بذلك فرق جوالة لتوزيع الغاز بين المواطنين، مع توجيه المواطنين بوضع النفايات في أماكنها لتمكن البلدية من رفعها بشكل منتظم. هذا التجوال أكيد هو يعني بصالح المواطن بالدرجة الأولى، يعني لقلة احتكاك المواطن بالمواطن الثاني، يعني بتعرف أنت هذا الوباء خطر وإحنا يعني ما عندنا إمكانيات صحية قوية حتى نقدر نستفاد منه، فأكيد يعني خلية الأزمة يعني هي بصالح المواطن بالدرجة الأولى، واحنا يعني حيل يعني هوايا نريد هيك اجراءات وقائيه. رسالتنا ابناء الضلوعيه خلال فتره الحظر التي اقرتها خليه الازمه انه احنا فرق جواله من خلال الاتصال علينا او نغمه جذب الانتباه نقوم بتجهيز المنطقه كافه باجود انواع الغاز وبكميات كبيره موجوده، ولا داعي للقلق. بناء على التوجيهات اللي وصلتنا من رئيس خليه الازمه السيد المحافظ ان الدوائر البلديه مستثنات من حظر التجوال، فكادر البلدي متوفر ان شاء الله طيله ايام الحظر بكادرنا وبالياتنا لرفع النفايات الموجوده في الشوارع. نطلب من المواطنين التعاون مع الكادر البلدي، رمي النفايات في الاماكن المخصصه لها، تعرف ان هذا الوباء يكثر في هذه في هيك اماكن، فنتمنى التعاون من جميع المواطنين. توافق الاغلبيه للقرارات الحكوميه لتجعل شعار الجميع الوقايه خير من العلاج. لقناه صلاح الدين الفضائيه، جاسم الابو جاسم، الضلوعيه.